بكم أصدقائي الأطفال، سنلعب اليوم لعبة الذاكرة معا. هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ الآن. في البداية دعونا نعرف ماذا لدينا هنا. ذرة، خيار، طماطم، بصل، فليفلة، باذنجان. ذرة، ذرة، خيار، خيار، طماطم، طماطم، بصل، بصل، فليفلة، فليفلة، باذنجان، باذنجان. الآن سوف نغلق البيض. وعليكم أن تساعدوني في معرفة أين توجد الخضروات قبل أن ينتهي الوقت. أين يمكن أن يكون البصل؟ هيا يا أصدقائي، أين البصل؟ بسرعة ساعدوني، الوقت سينتهي. هل عرفتم أين هو؟ نعم، نعم، أحسنتم يا أصدقائي. يوجد البصل في البيضة الخضراء. أنتم أذكياء حقاً. شكراً لكم. أين يمكن أن تكون الطماطم؟ هيا يا أصدقائي، أين الطماطم؟ بسرعة ساعدوني، الوقت سينتهي. هل عرفتم أين هي؟ نعم، نعم، أحسنتم يا أصدقائي. توجد الطماطم في البيضة الصفراء. أنتم أذكياء حقاً. شكراً لكم. أين يمكن أن تكون الفليفلة؟ هيا يا أصدقائي، أين الفليفلة؟ بسرعة ساعدوني، الوقت سينتهي. هل عرفتم أين هي؟ نعم، نعم، أحسنتم يا أصدقائي. توجد الفليفلة في البيضة الزرقاء. أنتم أذكياء حقاً. شكراً لكم. أين يمكن أن يكون الباذنجان؟ هيا يا أصدقائي، أين الباذنجان؟ بسرعة ساعدوني، الوقت سينتهي. هل عرفتم أين هو؟ نعم، نعم، أحسنتم يا أصدقائي. يوجد الباذنجان في البيضة الوردية. أنتم أذكياء حقاً. شكراً لكم. أين يمكن أن تكون الذرة؟ هيا يا أصدقائي، أين الذرة؟ هل عرفتم أين هي؟ نعم، نعم، أحسنتم يا أصدقائي. توجد الذرة في البيضة الحمراء. أنتم أذكياء حقاً. شكراً لكم. أين يمكن أن يكون الخيار؟ هيا يا أصدقائي، أين الخيار؟ هل عرفتم أين هو؟ نعم، نعم، أحسنتم يا أصدقائي. يوجد الخيار في البيضة البرتقالية. أنتم أذكياء حقاً. شكراً لكم. عليكم الآن أن تعرفوا ما هو الشيء الموجود في داخل البيضة. ماذا يوجد في البيضة الوردية؟ هيا يا أصدقائي، ماذا يوجد في البيضة الوردية؟ بسرعة، الوقت سينتهي.
أحسنتم، الباذنجان. يوجد الباذنجان في البيضة الوردية. ماذا يوجد في البيضة الصفراء؟ هيا يا أصدقائي، ماذا يوجد في البيضة الصفراء؟ بسرعة، الوقت سينتهي. أحسنتم، الطماطم. توجد الطماطم في البيضة الصفراء. ماذا يوجد في البيضة الخضراء؟ هيا يا أصدقائي، ماذا يوجد في البيضة الخضراء؟ بسرعة، الوقت سينتهي. أحسنتم، البصل. يوجد البصل في البيضة الخضراء. ماذا يوجد في البيضة البرتقالية؟ هيا يا أصدقائي، ماذا يوجد في البيضة البرتقالية؟ بسرعة، الوقت سينتهي. أحسنتم، الخيار. يوجد الخيار في البيضة البرتقالية. ماذا يوجد في البيضة الزرقاء؟ هيا يا أصدقائي، ماذا يوجد في البيضة الزرقاء؟ بسرعة، الوقت سينتهي. أحسنتم، الفليفلة. توجد الفليفلة في البيضة الزرقاء. ماذا يوجد في البيضة الحمراء؟ هيا يا أصدقائي، ماذا يوجد في البيضة الحمراء؟ بسرعة، الوقت سينتهي. أحسنتم، الذرة. توجد الذرة في البيضة الحمراء. أصدقائنا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على اللايك. نتشرف بمتابعتكم ودعمكم لنا. نقول لكم من القلب شكرا لكم. نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نحن كلنا نحب أناشيد الروضة، نحن كلنا نحب، كلنا نحب، كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نعم كلنا نحب أناشيد الروضة.